نيابه متواطئه مع الشرطه وقضاء بيسمع الكلام. تمام؟ ادي الايد القمعيه. وفي ايد تانية اسمها الاعلام. الاعلام دي في علم اسمه علم بروباجندا. في بدايات القرن العشرين ابتدت الطريقة دي ازاي ان انا اتحكم مش بس في عشرات وفي الاف، لا في ملايين بالاعلام. ان انا بالظبط كده. فهي النقطة كلها بمنتهى البساطة انه النظام بيلعب على تخويفنا. فانت هتخاف هتسلم، يعني خلاص وارضى بالمقسوم. الحمد لله عندك رجل دين بيتكلم بالطريقة دي، خلاص وقول الامر والحمد لله، ويعني وهتشوف في الجنة. وعندك في نفس الوقت ناس بقى مشغلين الاعلام، انتوا عايزين تبقوا سوريا، انتوا عايزين تبقوا ليبيا، انتوا مش خايفين من داعش، انتوا مش شايفين الارهاب حوالينا. طب ما حبيبي انت بتشتغل الشغلانة دي اصلا عشان انا ابقى امن في بيتي. تمام؟ فلازم تفضل انت خايف، خايف تنزل في مظاهرة عشان هتتقتل، خايف. وما اقدرش يعني انا ما اقدرش ابدا الوم اي واحد خايف على انه هياكل عياله ازاي، وهم لاعبين على ده كويس قوي 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 قوي. ففي ناس مجنونه زي، في ناس فعلا مجنونه زي مش خايفه، ما بتخافش من اي حاجه خالص ولا حتى من اللي خلقها، لانه ما بينه ومن اللي خلقها حاجات كتير قوي، ما بيني وما بينه ده شيء ما بيني وما بينه. فانا بقى مش خايف مين هيشتمني يقول ايه، انا مش خايف على منظري قدام الناس، انا مش خايف من بطش الحكومه. انا لحد دلوقتي ما اتعذبتش، انا ما اعرفش، يمكن لو اتعذبت ابتدي اخاف، الله اعلم، بس انا مش خايف، انا مستني اقابل. فده اللي بيحصل. زي ما الزميله فاطمه اشارت اللي بيحصل في الطلبه ده كارثه، كارثه انه العيال تتضرب بالنار وتموت في اول يوم دراسه ليها، ولا حتى قبل اول يوم دراسه انه الفجر يتقبض على 41 واحد من ميوتهم، ده كارثه. بس الفكره انه احنا مخروسين والاعلام مخروس عشان اصل احنا يعني هنبقى داعش. اصل في قناه السويس دلوقتي، هو انتوا عايزين ما تعملوا ايه؟ هو انتوا يعني عايزين بلد تمشي ولا ما تمشيش؟ الاستقرار، كل الكلام ده عشان يخوفك انت، فما تطالبش بحقك. ولو طالبت بحقك او نزلت، يعني مبارك لو طلع براءه والناس نزلت الشارع، كل هينزلوا في الشارع دول اخوان، فده من حق الحكومه انها تضربهم بالنار. سواء انا ضد الاخوان تماما تماما وهم عارفين رايي فيهم، ولكن يعني بمناسبه ان احنا بنتناقش، الشعب سكت على المجزره اللي حصلت في رابعه. تمام؟ واجبر على انه يغمض عينه. تمام؟ غمض عينه على مجزره اللي اتقتل في رابعه ستات وعيال، 1200 واحد. ده كلامي انا. انا ضد الاخوان تماما، الاخوان ارهابيين، ولكن دي مش طريقه. وانت كمواطن اخبرت على ان انت تخرس فتسكت. وبالظبط. فطالما الدم رخيص يبقى اي حاجه تانيه رخيصه اصلا. فمن الاخر كده رجوعا لحضرتك، العمال بيتقتلوا او بيتفصلوا او بيحصل فيهم كوارث ومحدش يتكلم، الطلبة هكذا، الثوار هكذا، ولازم نفضل متفرقين كلنا عشان لو اجتمعنا زي ما اجتمعنا في 25 يناير. وعلى فكرة الاعلام ما وصل لكمش حاجة مهمة قوي 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 قوي، انه المليون ولا البشر اللي كانت في ميدان التحرير اللي اكبر مبارك على انه يدي السلطة للمجلس العسكري هو اضرابات العمال. الكلام ده ما بيتقالش ليه؟ وليه العمال ناسيينه؟ وليه العمال لما جم ينزلوا بعد كده للثورة والثوار نزلوا يحاولوا في اللي قالوا عليها فئوية وقفاته فئوية ورجعوا، عشان ده شغل الاعلام المسيس او اللي بيسمع الكلام. هو ده الضرب الحقيقي، هي دي الثورة المضادة الحقيقية. فرق وانت ده فئوية، مع ان الثوار كانوا بينزلوا يقفوا معاهم، بس طبعا يجوا بقى يستقطبوا القيادات، وده اصل ده شيوعي، اصل ده ما بيصليش، اصل يا عم انت مالك، انا دي حاجه ما بيني وبين ربنا. بس بيستغل بقى الحاجات دي عشان احنا ما نقفش مع بعض. علاء عبد الفتاح لما طلع في المؤتمر اول كلمه قالها قال الثوره ليها رجلتين. دايما مواطن او يعني طلبه وعمال، فرق الاثنين دول.
هو مش بس لعبوا على كده، هم العمال نفسها متفرقه زي ما الزملاء دايما بيقولوا انه في عمال شركات وفي عمال قطاع عام وفي عمال اللي هم يعني حكومة وخاص، وفي اللي هم زي عمال السيدات اللي بتخدم في البيوت وإلى آخره. دول ما دول مش دول متفرقين، كلهم متفرقين. برضو عندنا في الثورة نفس الموضوع، فرقونا بطريقة انه اصل دول اشتراكيين ثوريين، اصل دول 6 ابريل، اصل دول معرفش ايه. ده حصل عشان ما نجتمعش مع بعض، عشان لو احنا اجتمعنا مع بعض اقسم لك بالله ما هنقف، والله ما حد يوقفنا. اخر حاجة هقولها تأكيد على الموضوع ده، ملحمة محمد محمود اللي اسقطت حكم العسكر، اللي مش عايزين يتكلموا عليها خالص، كل ده اختصروها واختزلوها في حاجة واحدة بس، كم شهيد وواحد زي كده بيتكلم فجر اسمه احمد حرارة، اصل ده اتصاب. لكن الملحمة العظيمة دي اللي اجبرت العسكر على انه يطلع ببيان ويقول خلاص الانتخابات في شهر 6 اللي جاي، دي محمد محمود اللي مش موجودة في الدنيا. انا بالنسبه لي ثوره 30 يوليو ثوره. ليه ثوره؟ لانه الناس قبل ما تظهر تمرد حرقت 33 مقر في 8 محافظات للاخوان، الناس هي اللي جريت بورق التمرد، الناس نزلت في 30 يوليو تمام، ولكن اختزلت ال 30 مليون بني ادم ولا الاكثر من 30 مليون بني ادم اختزلت لتمرد، وتمرد الشبكه الكبيره اللي كانت من اسكندريه لاسوان بقت 3 اشخاص اتكتبوا في كتاب سنه 5. هو ده المطلوب، لانه النظام ما يقدرش يتعامل مع الكتله الكبيره، لكن يتعامل مع فرد. ليه يتعامل مع فرد؟ لانه سهل قوي استقطابه او التخلص منه او تشويهه. بس انا اسف طولت.